بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي أعزائي الطلبة إخواني في هذا المحاضرة الجديدة، في هذا اللقاء الجديد في مادة إدارة مخاطر المشروع. هذا اللقاء أو المحاضرة رقم 3 في الأسبوع الثالث من الأسابيع الدراسية. حنحكي فيها في مادة المبادئ، واللي هي من أساسيات ومبادئ إدارة المخاطر، عن مجموعة من الأشياء والنماذج الجديدة في إدارة المخاطر. هنحكي عن الـ Origins of Risk Management، بدايات الكلام عن الـ Risk Management، وبعض النماذج الأساسية القديمة اللي بدأنا في استخدامها لتحليل المخاطر وتخطيط إدارتها. وبدنا نعرض مجموعة من هاي النماذج بالتدريج، يعني أخذنا نموذج المرة الماضية، حنحكي عن نموذج أو اثنين في هاي المرة. في بعضها رح ناخذها بشكل مقتضب، والبعض الآخر رح نفصل فيها. يعني حتلاحظوا في الأسابيع القادمة حيكون في شوية تطبيق عملي لما نتوسع في النماذج الحديثة زي الريسك ماتريكس والهيت ماب. وفي بعضها رح نحكي عنها لمجرد العلم والاطلاع، يعني ما بينفع انه ناخذ مادة مبادئ إدارة المخاطر وبنفس الوقت نكون أول مرة بنسمع عن إحدى النماذج، حتى لو كان هذا النموذج قديم نوعا ما، صار عليه بعض التحديثات. لكن من باب العلم في الشيء مفروض يكون في عنا خلفية عن أكبر قدر ممكن من هذه النماذج. بعضنا بيشتغل في مؤسسات خدمية، في بعضنا في مؤسسات صناعية، في بعضنا في مؤسسات غير ربحية. زي ما بيحكي المثل، there is no one size fits all، ما في أي نموذج واحد يصلح لكل زمان ومكان. بعضنا بيحتاج مزيد من التعقيد والتقييم، بعضنا الآخر بيكتفي بالنماذج الأبسط. فعشان هيك بنعمل زي horizontal skim، أو نتعلم شيء عن كل شيء بدل التعمق ونعرف كل شيء عن شيء معين. هنحكي عن الـ Enterprise Risk Management، إدارة المخاطر المؤسسية. هنحكي عن الـ Levels of Sophistication، أو مستوى التعقيد في إدارة المخاطر. هاي المؤسسة مبتدئة في إدارة المخاطر، لأول مرة بتتعرف عليه أو بتحاول أنها تطبق إدارة المخاطر، ولا هي قديمة في الموضوع مقياس هذا الضلوع أو التعقيد في التعامل مع إدارة المخاطر من المبتدئين إلى الخبراء على مستوى المؤسسة. بنحكي، ما بنحكي عن مستوى الفرد إذا كان هو خبير أو لا، لا، بنحكي عن مستوى التعقيد في التعامل المؤسسي مع إدارة المخاطر. هنحكي عن بعض المبادئ الأساسية في إدارة المخاطر، Basic Principles. ونحكي شوية عن نحاول أنه نحكي شوية عن Implementation of Risk Management و Project Risk Management Planning. في السبعينات من القرن الماضي بدأنا خاصة في أوروبا نسمع عن موضوع إدارة المخاطر بشكل متسارع. زي ما حكينا سابقا أنه هذا العلم بدأ في الانشورنس سيكتور، بدأ في قطاع التأمين، لكن بدأت القطاعات الأخرى مثل قطاع البنوك تستعين فيه، فأخذ حجم أكبر من حجمه في قطاعات أخرى، أو نما وترعرع في القطاعات الثانية. هاي بلشنا نحكي عن الكنترول تكنيكس. كانت سابقا الاكتفاء بالترانسفير، او انك تروح على شركة تأمين وتشتري بوليصة التأمين تدفع ثمنها، والان انت مغطى. وزي ما ناقشنا في المحاضرة السابقة، هاي بنسميها ترانسفير تكنيك او تقنيات التحويل، وحكينا انه في بعض الادبيات بتسميها تقنيات التمويل، فاينانسينج تكنيكس، بمعنى انه انت الان تبحث عن من يمول الخسائر في حال حدوثها، تبحث عن جهة تتكفل بدفع هذه الخسائر في حالة حدوثها. فالان احنا نحكي عن financing technique او transferring technique. بعد فترة وجدت الدول والشركات والمؤسسات انه من الاقل تكلفة ومن الاكثر نجاعة انه احنا نبلش نفكر بتقنيات control، بدنا نتحكم بهاي المخاطر. وجدوا انه كثير او جزء كبير لا بأس فيه من هاي المخاطر يمكن التحكم فيها، بمعنى يمكن تقليل شدة تأثيرها، يمكن تقليل احتمالية حدوثها، likelihood او الفريكونسي، تكراريتها،
يمكن التأثير عليها باستخدام تقنيات مش كثير مكلفة. وبالتالي إذا استطعنا أن ننزل شدة التأثير أو احتمالية الحدوث لمستوى معين، في كثير من الحالات ما في داعي نشتري بوليس التأمين، ما في داعي نعمل outsourcing أو نروح على financing tool خارجية. بلشنا نحكي عن مزج عفوا مزج ما بين الكنترول تكنيكس والفاينانسينج تكنيكس. بحكي لنا الكاتب انه في السبعينات من القرن الماضي بلشت هاي الدول تفكر في فاينانسينج تكنيك وكنترول تكنيك مع بعض، وظهر عندنا مصطلح جديد اسمه cost of risk management او cost of risk، واللي هي مزيج بين شغلتين. هذا مصطلح جديد لازم نتعرف عليه. cost of risk اللي هي تكلفة أو مزيج من تكلفة الريسك كنترول زائد الريسك فاينانسينج. يعني عندي تقنيات أنا تبنيتها، تبنيت كنترول تكنيكس هدفها تقليل احتمالية الحدوث وشدة التأثير، زائد ما اكتفيت بهذا الإشي رحت عملت فاينانسينج تكنيكس مع بعضهم. التكلفة اسمها total cost of risk management. مثال، عندي مستودعات وهي المستودعات فيها بضائع ثمينة، وأنا خايف إذا صار في حريق فيها الخسائر حتكون كاتاستروفيك، بمعنى تصنف كارثية، أي راح تأثر على الوجود المادي واستمرارية الشركة. فقررت أنه أعمل مزيج ما بين إجراءات تقليل الخسائر أو الكنترول وإجراءات الفاينانسينج. رحت استعنت بخبراء فنصحوني بتركيب أنظمة إنذار مبكر للحريق، نصحوني بتركيب كاميرات، نصحوني بإحكام عن المداخل والمخارج وتحديد الأشخاص المخول لهم الدخول، نصحوني بوضع بوابات إلكترونية، نصحوني بوضع كاميرات، نصحوني بوضع أجهزة إطفاء أوتوماتيكي للحريق، نصحوني بوضع حراسة مشددة. وهذا الأمر كله لما تبنيته كلفني مجموعة من التكاليف تقدرت بحوالي $1,000,000. فالآن تكلفة الكنترول كلفتني حوالي $1,000,000. ما اكتفيت بهذا الشيء، رحت على شركة التأمين وحكيت لها أنا بدي أأمن المستودعات ضد الحريق. طبعاً هم بيجوا بيكشفوا على المستودعات وبيطلعوا على ترتيبات الأمور وبيشوفوا مدى نجاعة إجراءات الكنترول. لما يشوفوا أنه أنا متبني كم لا بأس فيه من إجراءات الكنترول، بيحكوا أنه احتمالية الحدوث قليلة، وفي حال حدثت راح تكون مستويات الخسائر مقبولة جدا لأنه هاي الشركة ماخذة إجراءات حماية كويسة كثير. فبالتالي راح يدفعوني ويشارجوني رسوم للتأمين نوعا ما منخفضة، نوعا ما منخفضة. الآن لو بدي أحسب total cost of risk management، بدي أجمع تكاليف اللي دفعتها على الإجراءات الحمائية وإجراءات الكنترول اللي هي $1,000,000، زائد ثمن بوليسة التأمين اللي ممكن أن يقدر $1,000,000 أخرى، بيكون عندي total $2,000,000. فهي مصطلح جديد صار يظهر أنه total cost of risk. لنتخيل أنه إحنا ما رحنا على شركة التأمين، أو عفوا ما اتخذنا إجراءات حمائية، ومباشرة الإجراء الوحيد اللي اتخذناه أنه توجهنا لشركة التأمين. شركة التأمين بمنطق عملها راح تيجي تعمل تشيك على هذا المكان وتقيم إجراءات إدارة المخاطر فيه، راح تجد أنه هاي الإجراءات ضعيفة نوعا ما، وبالتالي تقييمها للمخاطر بيكون مرتفع، فما راح تقبل أنها تأمن على هذه المستودعات إلا بثمن غالي جدا، راح تطلب على سبيل المثال $10,000,000، وبالتالي التوتال كوست تكون عالية. فالآن صرنا نتخيل أنه تكلفة الفاينانسينج لوحدها مرتفعة جدا، بينما المزج ما بين تكاليف الكنترول زائد تكلفة الفاينانسينج راح يخفض التوتال كوست أوف ريسك مانجمنت لمستويات كبيرة. هاي الطريقة أصبحت مستخدمة بشكل كبير في كثير من المؤسسات اللي فيها مخاطر مرتفعة واللي فيها نوع من المخاطر not insurable. Not insurable إذا بتتذكروا صنفناها وسميناها باسم speculative risk، في نوع من المخاطر مخاطر مضاربية بدها شوية كنترول ولا يمكن تأمينها، وفي أنواع أخرى شركات التأمين دائما بتمتنع عن
تأمينها أو لارتفاع مخاطرها. منذ ذلك الوقت بلشت تظهر عندي مجموعة من المؤسسات، مجموعة من المعاهد، مجموعة من المنظمات اللي بتحكي عن الريسك مانجمنت وبتحكي عن الجايدنس، وبلشت تطلع نماذج لتحليل المخاطر ونماذج ومبادئ لتقييم المخاطر وترتيبها ومعالجتها إلى آخره. أمثلتها الآيزو، المنظمة العالمية اللي طلعت ايزو جايد 73 بي اس 31100، بالاضافه الى ايزو 31000. في عندنا انستيتيوت اوف ريسك مانجمنت اي ار ام في بريطانيا، من اشهر المعاهد وله تعريفه الخاص في اداره المخاطر، ما بدنا نضل نكرر تعريفات اداره المخاطر. اتش ام تريجري واللي بيحكي عن الاورنج بوك، ولندن سكول اوف ايكونومكس من أشهر المؤسسات أو كليات إدارة الأعمال في العالم مش بس في بريطانيا، واللي حكى عن الريسك مانجمنت وعمل لها جايدنس خاص فيها. لما نعمل سمبل ريبريزنتيشن للريسك مانجمنت بدنا نطلع على كيفية عرض هذه المخاطر، كيفية التعامل مع البريزنتيشن أو تو ريبريزنت، طريقة النظر إلها. في ناس تنظر إلها كتحديد بحث، وفي ناس تنظر إلها ك تشالنج، تحدي، على أساس إنه أي تهديد بطريقة إدارة ذكية يمكن تحويله إلى تشالنج، والتشالنج يمكن استثماره وتحويله إلى فرصة. فبالسوات أناليسز على سبيل المثال، في كثير من النماذج بتفضل انها تستبدل حرف التي واللي بيمثل الثريتس بحرف السي واللي بيمثل التشالنجز، وبالتالي هاي التشالنجز الى احسن استغلالها بنصير نحكي عن opportunities. فهون راح نتطلع في هذه المحاضره، راح نوصل ل level of sophistication، نوصل لدرجه انه في كثير من المؤسسات بتفرض على نفسها انه تتطلع على المخاطر المحيطة فينا على اساس فرص محتملة لاستغلالها، تتطلب الاستغلال، لكن كيفية استغلالها هنا النوهاو بتدخل. نبدأ في اول نموذج حنحكي عنه في هاي المحاضرة، اللي هو نموذج الـ 8Rs والـ 4Ts. 8Rs and 4Ts هو نموذج واحد فيه اربع مراحل من التحليل. 8Rs اللي هي ثمان مراحل. 8Rs معناها انه ثمان مراحل او مصطلحات تبدأ بحرف الـ R، فـ Rs يعني R1 R2 R3 لحد 8. وفي اربع طرق للتعامل مع هاي المخاطر في احدى هاي المراحل نسميها 4Ts. ففي عندي هذا النموذج اللي حنطلع عليه ان شاء الله. الـ 8Rs تحكي عن Recognition، Rating، Ranking، Responding اللي هي الاستجابة، بعدين Resourcing، بعدين Reaction Planning، بعدين Reporting، Reviewing. فثمان مصطلحات تبدأ بحرف الـ R، من هون جت التسمية 8Rs. في مرحلة Responding اللي هي المرحلة الرابعة، مرحلة الاستجابة، إذا بتتذكروا احنا حكينا عن Treatment أو Mitigation، إنك تستجيب، إنك تختار طريقة التعامل مع الخطر بعد ما تكون عرفته قسته واوا، زي ما راح نشوف later on. بدك تختار الطريقة المناسبة. في ناس بتحكي أنا بدي أعمل risk control، في ناس بقول لك لا أنا بدي أعمل retention، أحتفظ بالتكلفة لنفسي، في ناس بتحكي لا بدي أحولها لجهة خارجية. الآن هاي طريقة المعالجة هي responding. فهاي responding أعطاني أربع خيارات: tolerate، treat، transfer، terminate. وهي الخيارات الأربعة مش غريبة علينا، إحنا مرة علينا لكن بمسميات مختلفة في النماذج السابقة. في هذا النموذج بنسميهم الـ 4Ts، وحنحكي شو يعني tolerate و treat و transfer. إذا الـ 8Rs تبدأ بالـ recognition، إدراك الخطر نفسه، هل أنت مدرك ليه، تعرفته، قادر على تعريفه ومشاهدته وتحديده بشكل واضح لا يحتمل الشك، إذا ما في اثنين بيختلفوا عليه فأنت you will recognize this risk. بعدين نيجي على عملية الريتنج، هنحكي عنها بالتفصيل شو يعني ريتنج. بعدين رانكينج، وشو الفرق بين الريتنج والرانكينج؟ ما هم متشابهين في المعنى،
في اللغة العربية ممكن الريتنج والرانكينج تتشابه، لكن خلينا نميز انه الريتنج هي عملية تقييم، كأنك بتعمل كوانتيفيكيشن او تحويل كمي لهذا الخطر وتقييم له، بينما الرانكينج احنا بنقارن القيمة الكمية اللي حسبت مع اي معيار احنا محددينه لانفسنا. فمجلس الإدارة ممكن يتبنى ريسك ابيتايت معين او ريسك توليرانس معين، ويكون عنده ريسك اتيتيود معين، وهذا الرقم او هذا الليفل محدد برقم. الان الرانكينج انت بدك تقارن الريسك ريتنج اللي انت قسته مع المعيار اللي حط لي اياه مجلس الاداره، وتقرر انه انت في اي منطقه موجود وايش الاجراء الانسب، لانه بعد الرانكينج مباشره بدك تعمل ريسبوندينج. ريسبوندينج بدون رانكينج ما بزبط، رانكينج بدون ريتنج ما بزبط. ليش؟ لانه بالاول بتعمل ريتنج، وبناء على الارقام اللي طلعت معك تعمل رانكينج مقارنه مع المعيار، وبعد ما تعمل مقارنه بدك تختار احدى هاي الطرق، يا اما توليريت ذا ريسك وراح نشوف شو يعني توليريت، يا اما بدك تريت تعالج او تتعامل معها، يا اما ترانسفير تحولها، يا اما تيرمينيت، واحده من هاي الطرق الاربع. ف والمرحله الخامسه ريسورسينج كنترول. ريسورسينج بمعنى انه لازم توفر مصدر دائم ومستديم للتعامل مع هذا الخطر، مش تكون على نظام الفزعة، شفنا الخطر واستدركنا وادركنا الأمر مبكرا، لكن في الأيام القادمة ربنا الآن سلم ممكن ما يسلم في المستقبل، لا ما بزبط. لازم تكون الأمور مدمجة وسيستماتيك، مؤسسية نوعا ما، بمعنى أنه في أي لحظة في المستقبل أنت موجود أو مش موجود، غيرك كان موجود، تكون الكنترولز اوريدي موجوده ومثبته. بعدين الرياكشن بلاننج هنحكي انه راح نحتاجها في حاله الكرايسيس، لما يكون احنا بنحكي على مستوى كرايسيس تكون في عندي رده فعل او خطه، بلاننج خطه لرده الفعل. نميز ما بين الرياكشن والريسبوندينج. ريسبوندينج استجابه مباشره، شو التكنيك الانسب، بينما رياكشن بلاننج بدك تحط خطه استجابه او خطه عفوا رده فعل، زي خطه الطوارئ، بزنس كونتينيوتي، خطه استمراريه العمل، خطه التعافي، ريكفري الى اخره، حنحكي عنها. ريبورتينج اوف ريسك بيرفورمانس، بدك تعمل تقارير وترفعها على جهات ذات العلاقه، سواء كانت اداره مخاطر، لجنه منبثقه عن مجلس الاداره، او حتى مجلس الاداره بحد ذاته. احيانا سلطه رقابيه تطلب منك تقارير، بحكي لك البنك المركزي مثلا بشكل اسبوعي لازم تزودني بهذا التقرير، بشكل شهري لازم تزودني في هذا التقرير. ففي ريبورتس بتطلع لعدة جهات، لازم هاي الريبورتس تكون embedded بالسيستم. reviewing the risk management system، طبعا هذا السيستم او اي سيستم او اي نموذج لإدارة المخاطر لابد من ان نعمل على مراجعته بشكل مستمر. بمزيد من التفصيل، يعني بالإضافة للكلام اللي حكيناه، لما نحكي recognition of risk احنا بنحكي عن تعريف او ادراك. Are you aware؟ هل انت مدرك للاخطار المحيطه فيك؟ بدك تعرفها. هل تستطيع تحديد المخاطر اللي احنا متعرض لها؟ لو سالنا موظف شو المخاطر اللي قسمك متعرض له، بح يعد لي مثلا خمس او ست مخاطر. لو سالنا شخص اخر بمعزل عنه، مفروض يكون قادر على تعريف هاي المخاطر او انه يثني او يكررها نفسها. فالريكوجنيشن هي awareness، هل أنت مدرك لهذه المخاطر؟ ولو طلبنا منك تعدد ليها، هل أنت قادر على تعدادها؟ لو طلبت منك تعرف لي كل نوع من هذه الأنواع، تعريف لا يحتمل يعني الالتباس أو الشك بينه أو المزج بينه وبين غيره أو تداخل إلى آخره، هذا كله بنسميه الريكوجنيشن، عملية تعريف، عملية نظرية. المرحلة الثانية مرحلة الريتنج، نيجي على المخاطر اللي عرفناها في الريكوجنيشن ونشوف قيمتها المالية أو قيمتها الرقمية. هاي المخاطر لازم تقيم. مرحلة التقييم احنا هنحكي عنها في إحدى المحاضرات، وإلها طرق عديدة، بعضها يعني بسيط وبعضها الآخر معقد نوعا ما، لكن هي مرحلة مهمة ومن أهم هاي المراحل. الكوانتيتيتيف أناليسيز أو التحليل الكمي هدفه النهائي إعطاء قيمة رقمية للمخاطر اللي تم تعريفها. ريتنج يعني مستوى احتماليتها وشدة تأثيرها، الرقمين الأساسيين اللي تعلمناهم سابقا.
الآن نربطهم في بعض. شو يعني likelihood؟ احتمالية حدوث، كم رقمها؟ مثلا احتمال 10%. طيب شدة التأثير، شدة التأثير حوالي 100,000 دولار. لو ضربنا احتمالية الحدوث 10% في 100,000 دولار شدة التأثير، تطلع الرقم تقريبا 10,000 دينار. هاي 10,000 دينار هي يمكن انك تطلق عليها الريسك ريتنج، او الريت اللي انا قدرته. فالريسك ريتنج تقييم كمي لمقدار حجم الخطر، وأبسط الطرق لتقييم مقدار حجم الخطر هي من خلال ضرب رقمين، الرقم الأول احتمالية الحدوث، والرقم الثاني شدة التأثير أو الإمباكت. probability ضرب الإمباكت، likelihood ضرب الإكسبوجر، probability زي ما حكينا في الإمباكت، فPI إلى آخره، كلها مصطلحات مرت علينا. طيب لو حدا سأل منين بجيب probability، كيف بقيمها؟ الآن رح نيجي عليها، رح نحكي عنها مش في محاضرة اليوم، لكن نحكي إنه probability عبارة عن frequency سابقة تم تحويلها إلى احتمالية حدوث مستقبلية. شدة التأثير هي المقياس الرقمي للإكسبوجر أو التعرضات اللي إحنا حكينا عنه في أول محاضرة. بعد ما نقيم هاي المخاطر بدي أرجع ل الستاندرز اللي عندي، بدي ارجع للكتيبات اللي عندي، بدي ارجع للتعليمات والقانون الداخلي للشركه، بدي ارجع لتعاميم مجلس الاداره، بدي ارجع ل اي رسائل جايتني من بنك مركزي او من سلطه رقابيه، واقارن هاي الارقام مع هاي الادله او هذا المانيوال. مجلس الاداره مثلا حدد لي انه اقصى خساره ممكن انه احنا نتحملها هي حوالي 50,000 دولار مثلا. باجي على الريسك ريتنج، بعد ما لما قيمته في المرحله السابقه وجدت انه الريسك عندي حوالي 10,000. 10,000 مقارنه بالستاندرد اللي عندي 50,000، راح اجد انه هذا الخطر حجمه جدا مقبول بمقارنته بالستاندردز او ريسك توليرانس اللي موضوع عندي. فبالتالي انا في منطقه مناسبه، وانا في اريحيه من امري نوعا ما. كيف حكمت؟ بعد ما عملت ريتنج قارنت به الستاندرز، وعملية المقارنة هي الرانكينج. رانكينج طبعا الرانكينج against standards، دائما بنحكي انه مقارنته بستاندرز. الستاندرز هاي يا اما بتكون تعليمات سلطة رقابية زي ما حكينا، ايش الحكومة حكيت لك وملزميتك في اشي، اذا مش ملزميتك بدك تروح على مجلس الادارة شو مطلع لك، مطلع لك ريسك ابيتايت او ريسك توليرانس بدك تلتزم فيه، حط لك شيء اسمه ستوب لوس ليميت او سقوف وقف خسائر، ارقام محدده بدك تقارن فيها، في عندك انترناشونال ستاندرد بدك تلتزم فيه الى اخره. فالرانكينج مع ستاندرد، شو الستاندرد؟ له عده انواع واختيارات. طيب الخطوه الرابعه او المرحله الرابعه احنا بنحكي عن ريسبوندينج تو سيجنيفيكانت ريسك. عرفنا المخاطر وقسناها وقارناها بالستاندرز اللي عندنا، الآن نتخذ الإجراء. شو الإجراء المتخذ؟ حكينا في عندنا أربع إجراءات، 4 T's، 4 T's اللي هي tolerate, transfer، tolerate, transfer, treat و terminate. ففي ضوء هاي الاختيارات اللي موجودة عندي، أنا بدي أعرف إيش الأنسب إلي، بدي أحدد إيش هو الأنسب إلي في عملية الاختيار. السلايدات قفزت لكن راح نرجع لها إن شاء الله. إذن الخطوة الثالثة responding، وهي الخيارات الأربعة أمامنا راح نجي لها بالتفصيل كمان شوي، لكن اللي بعدها resourcing. ايش يعني resourcing controls؟ يعني هاي الاجراءات اللي احنا اتخذناها هون ما بديها تكون بنظام الفزعه، بديها تكون institutional بشكل مؤسسي، بديها تكون embedded بالسيستم من ضمن النظام نفسه. ما بدي اذا اجى حدا جديد او موظفين جداد وطاقم جديد ما يعرف كيف يتعامل معها، بدي احاول اخلي هاي الكنترولز مدمجه في النظام. فبدي ألاقي لها resources وأخلي لها routes
موجودة في السيستم بحيث أنه ما تعتمد على شخص واحد أو مجموعة محددة من الأشخاص. رقم خمسة Reaction Planning. في Reaction Planning تحديداً نحكي عن Disaster أو الكاتاستروفيك، لما يصير في عندي كرايسيس أزمة، أو يصير في عندي كارثة، أو يصير في عندي نوع من المخاطر اللي سوفيستيكيتد شوية، فبتطلب مني خطة خاصة، خطة من نوع خاص بنسميها Business Continuity، هنحكي عنها أعتقد في مرحلة متقدمة من هذا الشابتر أو من هذا الكورس عفوا. البزنس كونتينيوتي خطة طوارئ تضمن قدرة المؤسسة على الاستمرار بتقديم أعمالها في حال حدثت كارثة تمنع هذا الأمر. على سبيل المثال الكورونا بانديميك بالكوفيد 19 لما صارت، في كثير من المؤسسات عجزت عن أنها تقدم أبسط الخدمات لعملائها، بينما كثير من الشركات أو البعض الآخر خلينا نحكي استطاع بكفاءة أنه يتجاوز هذه التحديات ويقدم خدماته إما أونلاين أو بطريقة فون بانكينج. في شركات كانت تودي كاستمرز على مكان معين إلى آخره. فإذا كانت الأمور مرتبة مسبقا وفي عندي ما يسمى بلان بي يعني Business Continuity Plan، خطة لضمان استمرارية الأعمال في حالة حدوث ديزاستر. هاي مثال على Reaction Planning. بعد تطبيق Business Continuity Plan أو خطة استمرارية الأعمال وتنتهي الأزمة، بدنا إشي اسمه Recovery Planning. انتهت الكوفيد 19 وفتحت المؤسسات أعمالها، الآن في خسائر وفي أضرار حصلت، بدي خطة اللي تحاول تعمل لي إصلاح ما يمكن إصلاحه، بسميها Recovery Planning. هذه كلها جزء من Reaction Planning. إن Reaction Planning ده بتحكي عن خطة مسبقة محكمة بطبقها في حالات معينة. تفعيل هاي الخطة يطلق في حد معين أو عند الوصول لحد معين يعرف بشكل دقيق في هاي الخطة. بعد هيك نيجي على الريبورتينج. زي ما حكينا مرحلة الريبورتينج اللي هي إصدار التقارير. تقارير ضرورية جدا لمراقبة الأداء، التقارير ضرورية جدا حتى نشوف فعالية الإجراءات اللي هون. أنا عملت شوية إجراءات ريسبوندينج لكن بدي أشوف نتائجها وين تظهر في الريبورتينج. في الريبورتينج أنا ممكن أعرف إذا هذا الإجراء كان ناجع وأدى إلى تخفيض قيمة المخاطر من خلال تقرير أسبوعي بيبين لي مستوى اللوسز أو الأحداث اللي حصلت. فإذا كان في تراجع بالفريكوانسي معناها الإجراء اللي اتخذته فعال. إذا العدد أو تكرارية الأحداث ما زالت كما هي وزادت، معناها الإجراء اللي اتخذته غير فعال. كيف قررت أنه فعال وغير فعال؟ كيف حكمت على جدواه من عدمها؟ من خلال الريبورتس اللي بتطلع لي بشكل دوري. في نهاية الأمر بتطلب الأمر مني مجموعة من المراجعات. هاي المراجعات يا أما بتكون scheduled، يعني في إلها time frame، بشكل سنوي، نصف سنوي، بشكل ربعي، بيقوم فيها جهات معينة، مثلا الانترنال audit أو التدقيق الداخلي من الدوائر اللي بتقوم بعملية مراجعة لأنظمة الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، وبتطلق أحكامها كرأي مستقل، جهة خارجية. احنا بنعرف انه الانترنال اوديت جهة مستقلة، عشان هيك بنحكي عنها خارجية. خارجية مش بمعنى انها برا الشركة، لكن الانترنال اوديت او التدقيق الداخلي من اكثر الادارات اللي لازم تتمتع باستقلال كامل عن الادارة التنفيذية، يعني تتبع لمجلس الادارة والمدير التنفيذي ما له صلاحية عليها ابدا. مهمتها مراجعة شفافة للإجراءات اللي بتتم في الانترنال كنترولز وفي إدارة المخاطر، وهي المراجعات بتعطي فيدباك على هذا السيستم كلياته. فالفيدباك تيجي يا إما بعد تطبيق وبتيجي بتعطينا تغذية راجعة، يا إما من خلال خبرتنا إحنا مسبقا بنحدد الريكوجنيشن والرانكينج و إلى آخره. ف
فالتغذية يا إما مسبقة أو تغذية مسبقة أو تغذية راجعة لهذا الموضوع. ففي responding to risk في عندي أربع خيارات. الخيار الأول هو tolerate. tolerate بمعنى أنه التحمل. التحمل tolerate زي tolerance. إذا نترجمها أنه تحمل المخاطر. وهنا بنقصد فيها أنه المؤسسة بتختار أنها تتحمل المخاطر لأنها بعد ما عملت لها ريتنج ورانكينج وجدت أنها هاي المخاطر حجمها قليل مش مستاهلة نجيب لها مصادر خارجية تتحكم فيها أو تمول لنا إياها، فأنا بقرر أني أحتفظ بهاي الخسائر. هذا يوازي الريسك ريتينشن، الاحتفاظ بالخطر. الطريقة الثانية تريت. تريت بمعنى أنه بدي أتخذ إجراء، بدي أقرر إذا كان هناك من المناسب، إذا كان هناك من المناسب أنه أنا أقلل احتمالية الحدوث أو شدة التأثير نظرا للتكلفة. فتريت بمعنى عمل control techniques، تطبيق control techniques، وهي موازية ومشابهة للتكنيك اللي ناقشناه سابقا واللي هو إجراءات الكنترول بأنواعها المختلفة. transfer بمعنى ترحيل هذه المخاطر إلى جهة خارجية من خلال الخيارات اللي حكينا عنها زي الانشورنس، زي الوارنتي، زي الاوتسورسينج، هاي كلها transfer technique. terminate إنهاء، ترجمتها إنهاء المخاطر. إنهاء المخاطر بمعنى إنه تجنبها بشكل كامل. لا يمكن إنهاء المخاطر للصفر إلا بطريقة واحدة اللي هي الأفويدنس، تجنبها بالكامل، تجنبها بالكامل. مثال على ذلك إنه في كيس مثلا تأمين بيت ضد الزلازل أو ضد الغرق. التيرمينيشن انك انت تنقل سكنك على مكان احتمالية الزلازل فيه منخفضة، او مكان ما فيه بحر، او ما فيصير فيه فيضانات الى اخره. هذا نوع من التيرمينيشن او الانهاء، والانهاء موازي للأفويدنس، موازي للأفويدنس. ففي عندي اربع طرق للمعالجة. اذا سألنا مثلا شو يعني تولوريت او توازي ايش؟ تولوريت ريتينشن، تريت كنترول، transfer برضو financing أو transfer، terminate avoidance. الآن شو المناسب لكل حالة؟ شو المناسب لكل حالة؟ عادة لما تكون المخاطر مرتفعة، احتمالية حدوثها مرتفعة وشدة تأثيرها مرتفعة، صار عندي high impact و high probability، في الحالة هاي أنا بضطر أني أعمل terminate. الخيار الأفضل terminate اللي هي توازي avoidance، يعني عندي خطر يتكرر بشكل مستمر وإذا حدث قيمة خسائرنا فيه هائلة، ما بعمل له لا transfer ولا treatment ولا tolerate، بروح بعمل له terminate نهائي، ببعد عن هذا الموضوع كله. مثال عليه الكريبتوكرنسيز، لما شفنا أنه الذبذب اللي بيصير بالسعر يوميا تتكرر او لحظيا كل ساعه سعر شكل، الفولاتيليتي او تذبذب الاسعار هائل، سرعته كبيره جدا، وبنفس الوقت مقدار الاستثمارات اللي فيه كبيره جدا، انا بحكي عن هاي امباكت وهاي لايكليهود، فبروح على تيرمينيت، بنهي الموضوع كله وبتجنب هذا الخطر. طيب اذا كان عندي الخطر شده تاثيره عاليه لكن احتمالية حدوثه منخفضة، شدة التأثير عالية لكن احتمالية الحدوث منخفضة، خطر ما بتكرر كثير، يدوب كل 4-5 سنين مرة، بس إذا صار بصير عندي مشكلة، يعني كمية هائلة من الخسائر، شو بعمل له؟ زي هيك ترانسفير، بروح بشتري بوليص التأمين، بروح بتعاقد مع جهة خارجية تتحمل هذا الخسارة أو الخطر. ليش؟ لأنه شدة تأثيره عالية حتى لو كانت احتمالية حدوثه منخفضة. طب نيجي العكس، نيجي العكس، خطر احتمالية حدوثه
عالية يتكرر بشكل كبير، لكن حجم خسائره متواضعة نوعا ما، ما بيستاهل نروح نعمل له انشورنس أو فاينانسينج. في هاي الحالة القرار الأفضل هو التريتمنت. التريتمنت أوكي، فالتريتمنت مناسبة للأخطار اللي فيها هاي probability ولو امباكت. الترانسفير مناسب في الأخطار اللي فيها هاي امباكت ولو probability. الترمينيت مناسب للأخطار اللي هاي امباكت وهاي likelihood. طيب الأخطار اللي بتكون low likelihood ولو امباكت، شدة تأثيرها منخفضة واحتمالية حدوثها منخفضة، شو التقنية الأنسب؟ اللي هي التولوريت. صار عندي أربعة تيز، أربع خيارات لأربع حالات. هاي الحالات اللي بنحكي عنها لا يمكن الحدوث أو الوصول إليها بدون الرانكينج. بعد ما قيمت وجدت إنه في عندي أربع مربعات شفناهم بالسلايد اللي قبل يمكن الرجوع إلهم، اللي هما في حالة كانت high impact high probability بنروح على terminate، إذا كانت high impact low probability بنروح على transfer، إذا كانت high likelihood و low impact بنروح على treatment، إذا كانت low impact low likelihood بنروح على tolerate. بالتالي الـ 4Ts بحكي لي عن مستويات أو طرق لمعالجة إدارة المخاطر تتشابه مع النموذج السابق نوعا ما، لكن لأنه هذا النموذج بحكي عن سلسلة من الخطوات أطول من النموذج البسيط السابق، فاقتضى الأمر أنه نحكي عنها ونناقشها. الآن نحكي عن مستوى السوفيستيكيشن. حكينا في المقدمة شو يعني مستوى السوفيستيكيشن. احنا بنحكي عن مستوى تعقيد، ولا مش complexity بالمعنى السلبي، مش تعقيد بالمعنى السلبي، بنحكي عن تعقيد بمعنى انه هل هذه الشركة متقدمة في مجال إدارة المخاطر ولا بدائية وتمشي على الأساسيات. هذا الاشي بنقيسه بالمقياس التالي. في المرحلة الأولى طبعا احنا عندنا ثلاث أو أربع مراحل، طبعا المدارس والأدبيات تختلف، في منها بينظر لأربع مستويات، في منها بينظر لثلاث مستويات، وفي خطوة رابعة أو يمكن تسميتها خامسة. إذا كنا نحكي عن أربع خطوات فهي خامسة، وإذا نحكي عن ثلاث خطوات أو ثلاث مراحل فهي رابعة. هنشوف شو المقصود بهذا الكلام. المستوى الأول، المستوى الأول في إدارة المخاطر بنسميه الانفورم. الانفورم شو يعني؟ في بداية التطبيق المؤسسة بتكون غير مدركة للأخطار اللي حولها، ماشية على بركة ربنا والأمور، الموظفين بروحوا صباحا وبروحوا مساء وعلى البركة. في أشياء بتصير وخسائر نتكبدها، ولكن وأحيانا أخرى الأمور ربنا بيسلمها، لكن ما في إدراك صريح ودقيق ومعرف للريسك، ما في awareness كامل بشكل صريح عن الريسك. على سبيل المثال الإجراءات أو legal risk أو obligation، الالتزامات القانونية والقضائية اللي ممكن تواجهها المؤسسة، الأخطار اللي ممكن تواجهها، مدى فداحة وعظم الخسائر اللي ممكن تحصل إذا صار عندنا واحد اثنين ثلاثة، المؤسسة مش مدركة لهذه الأشياء. ف من الضروري انه على الاقل لما نحكي عن retention ما يكون هذا retention passive، يكون active. ففي مرحلة الانفورم احنا بنحكي عن انتقال من الpassive retention على الاقل للactive retention، بمعنى انت مش متخذ اي اجراء لضبط المخاطر، انت مش متخذ اي اجراء control ولا اي اجراء finance، لكن سؤال هل أنت مدرك لحجم المخاطر الموجودة؟ لما نحكي حجم يعني قيمة، يعني عملت ريتينج، تعرف كم الإمباكت وكم البروبابيليتي، تعرف شو خسائرك لو صارت الاحتمالية الفلانية أو الإيفنت أو حدث الفلاني. إذا أنت غير مدرك معناته أنت أوار، إذا أنت مدرك أنت أوار. فأنت بدنا ننتقل فيك من الباسيف للأكتيف من خلال
to be informed يعني inform the organization of its obligation in relation to risk يعني هاي بنسميها الـ identification stage أو أنا بحب أسميها الانتقال من الاحتفاظ السلبي إلى الاحتفاظ الإيجابي الاحتفاظ بالمخاطر في كلا الحالات أنت ما اتخذت إجراء لكن على الأقل أنت أصبحت مدرك لحجم المشكلة وحجم التحديات اللي أمامك فأول مرحلة بتدخلها المؤسسة تتعرف على مخاطرها وتتعرف على الأهم من المخاطر حجم هاي المخاطر أنت بتعرف أنا بعرف أنه في مخاطر سعر صرفه بس بتعرف أنه ممكن بلحظة واحدة أو خلال يومين حجم خسائرك تكون 10 مليون دولار بسبب سعر الصرف الآن إدراكك لهذا الرقم هو inform to be informed أو إدراكك لقيمته المرحلة الثانية مرحلة reform كنا بالinform الآن reform في هاي المرحلة بعد ما المؤسسة تدرك حجم المخاطر الحقيقي بتصير تحكي والله إحنا ما كنا نعرف إنه حجم الخسائر ممكن توصل لهذا الأمر أو لهذا المستوى والله إحنا ما بنعرف إنه ممكن نضطر ندفع غرامات بهذا الحجم الهائل فحجم المخاطر أكبر وأهم مما كنا نتخيل إحنا كنا عاملين زي under estimation أو مقللين من شأن هذا الموضوع لكن بعد هذا الانفورمينج قررنا نعمل إجراءات شو هاي الإجراءات؟ بدنا نبلش نعمل control techniques بدنا نبلش نقلل من احتمالية الحدوث بدنا نبلش نتحكم بشدة التأثير بدنا نبلش نحمي أنفسنا نوعا ما من هذا الخطر بدل ما نكون 100% exposed أو معرضين بنسبة عالية بدنا نصير نوعا ما نحمي أنفسنا ونقلل من هاي الخسائر نصير نحكي reform بدك تعيد تشكيل السيستم الداخلي عندك بدك تختار مجموعة من الميتيجيشن تكنيكس من التريتمنتس بدك تختار مجموعة من الكنترولز اللي بتساعدك في تقليل هاي الخسائر في هاي المرحلة بعد ما انت بلشت تتعامل مع المخاطر للمرة الأولى بنسميها مرحلة الريفورم في المرحلة الثالثة بنسميها الكونفورم ايش يعني كونفورم كونفورم يعني زي التأكيد زي المطابقة زي الامتثال في هاي المرحلة المؤسسة أو الشركة بتحاول إنها تلتزم أو تتأكد من امتثال السيستم للإجراءات الرقابية اللي معمول فيها هنا بنبلش نحكي عن خطر اسمه الكومبلاينس أو الكوميتمنت كوميتمنت للكنترولز الآن هذا الكونفورم ممكن تنظر له من جهتين الجهة الأولى هل أفراد المؤسسة ملتزمين بالكنترولز اللي أنا حطيتها في مرحلة الريفورم سابقا لأنه إحنا حكينا أنه في المرحلة الثانية صرنا نعمل ريفورم وصرنا نختار مجموعة من الضوابط والميتيجيشنز ونتبناها لكن هاي الميتيجيشنز يسهل تجاوزها يسهل القفز عنها كيف بدك تضمن انه هاي الكنترولز ملتزم بها في كوميتمنت عليها كيف بدك تضمن انه في كومبلاينس معها هذا التأكيد او التأكد بنسميها الكونفورم ستيج بتبلش انت مش بس تتخذ اجراءات لا وتراجع هاي الاجراءات وتحط ضوابط للتأكد من تبنيها بتصير تدمجها بالتعليمات الخاصة فيك بتصير تعيد تشكيل الخطة الاستراتيجية إلك وتحط الريسك كجزء منها بتصير تعمل إعادة هيكلة للهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحط دوائر خاصة في الانترنال اوديت والانترنال كنترول والريسك مانجمنت فيها هذا المراجعات لتأكيد الالتزام بضوابط إدارة المخاطر بنسميها مرحلة الكونفورم الجانب الثاني ممكن تنظر للكونفورم على أساس أنها التزام بالتعليمات والتشريعات السائدة واللي حكينا جزء منها داخلي وجزء منها خارجي
بدك تضمن التزام الأفراد والمؤسسة بشكل عام بهاي الضوابط، لأنه عدم التزامهم ومخالفتهم لبعضها قد يرتب على المؤسسة غرامات مالية كبيرة. هذا ضمان الالتزام نفسه يسمى الكونفور. فإذا وصلت المؤسسة لهي المرحلة تحكي إنها تعدت مرحلة الإنفور وتعدت مرحلة الريفور ووصلت لمرحلة الكونفور. الآن بعد الكونفور في شيء اسمه البيرفور. بيرفور هاي المرحلة الرابعة وقمة الهرم، وهي أبهى وأزهى مراحل التطور في تبني إدارة أو سياسات إدارة المخاطر. شو هاي المرحلة؟ مرحلة البيرفورم إنه يصير في عندك نوع من البرو أكشن. برو أكشن يعني برو أكتيف تكون أنت. إيش يعني برو أكتيف؟ يعني تتصرف مسبقا، تستبق الأحداث. برو أكتيف أبروتش. وهاي إذا بتتذكروا حكينا إنه في كثير من الناس والمدارس بتحب تنظر للريسك على أساس إنه opportunity. بحكي لك لابد من وجود فائدة من التحدي الموجود أمامنا. هاي البنفيت والopportunity مش كل الناس بتشوفها. فإذا نجحت في إني أتعرف على الفرصة وأسخرها إنها تكون opportunity بدل ما هي threat، راح أكون إلي السبق في هذا الموضوع، وراح يكون في إلي علو كعب على منافسي في هذا الموضوع، وراح أكون أنا متميز عليهم وعنهم في أكثر من competitive advantage أو ميزة تنافسية. ففي مرحلة متقدمة الإدارة بتبطل تخاف من الريسك، بتبطل تحسب حسابها، لأنها من زمان هي مدركة لهذه المخاطر ومن فترة طويلة وهي عمالها بتحط إجراءات controls، ومن فترة طويلة وهي بتتعامل مع وعارفة أسرار كيفية تحويل هاي الكنترولز إلى تعليمات يصعب تجاوزها. يعني هي قديمة وضليعة في هذا الموضوع. الآن هي وصلت لمرحلة إنه كل الرزق اللي محيط فيها عم بتفكر كيف بدها تستفيد منه، وهي مرحلة متقدمة. هذا فكر متقدم. أنت توصل لمرحلة إنه كل الرزق، أنا بعرف لك رزق ممكن تحدث معنا وانت مش خايف من هذا الريسك، انت عمالك مشغول ذهنك بطريقة تحويل هذا الريسك لبنفت، لفائدة، لمنفعة، لأرباح. هذا المرحلة إذا وصلت لها نسميها مرحلة البيرفور، تسمى مرحلة البيرفور. الكل بيطمح انه يوصل لهاي المرحلة لأنها مرحلة متقدمة ومرحلة جميلة من وجهة النظر انها برو أكتيف. هاي اكثر مرحلة برو أكتيف فيهم كلهم. هذا الرسم ببين المراحل الأربعة ابتداء من الانفورم ثم البيرفورم ثم الكونفورم ثم البيرفورم. So inform, reform, conform, perform. أربع مراحل. على المحور العمودي بنحكي الكونتريبيوشن، مساهمة كل مؤسسة فيها، وعلى المحور الأفقي بنحكي السوفيستيكيشن. كل ما زاد التعقيد كل ما زاد الكونتريبيوشن لهذا الريسك على المؤسسة بشكل عام. الريسك مانجمنت في مرحلة الانفور ما له مساهمة كثير كبيرة، لأنه نحكي لك إحنا إنه ترى في عندي مخاطر، ترى حجمها هيك، ما في أي added value إلا أني عرفت هذا الإشي. بالريفورم لا، تطورت الأمور فأنا حاولت أقلل من الخسائر ونجحت في هذا الأمر فعملت contribution. في المرحلة الثالثة الكونفورم، أنا مستوى التقليل اللي صار في البيرفورم مش عاجبني، بحاجة لضبط وربط أكبر، فعملت conform stage، صارت الأمور أحسن والبنفيت كثير أفضل. في المرحلة الأدفانس جدا اللي هي البيرفورم، لا أنا مش بس اتجنبت خسائر، لا أنا حققت أرباح. وحكينا سابقا عن مثال الكوفيد 19 وكثير من شركات الأدوية، شركات المعقمات والمطهرات، شركات الاي تي سواء هاردويرز وسوفتويرز، شركات الترانسبورتيشن واللايسنسنج، كلها استفادت من أزمة الكورونا وحولتها من تهديد إلى opportunity، وكان الكونتريبيوشن لها عالي جدا.
هذا النموذج بيتبنى اربع مراحل، في بعض النماذج بتتبنى ثلاث مراحل، تحكي لك احنا نبدا بالريفورم لانه الانفورم ترى شيء قديم، ترى مش معقول ما في حدا بيعرف المخاطر، لكن المرحله الاولى الاصح انه نبدا بالريفورم لانه الانفورم لا ترتقي لمستوى انه اسميها مرحله. فنبدا بالريفورم، كيف انك تعمل كنترول لهي المخاطر، بعدين تنتقل للكونفورم، بصير تحكي عن الكومبلاينس والكوميتمنت، سواء للضوابط الرقابيه ولا للمخاطر الكومبلاينس ريسك، وبدك تشوف اسباب عدم الالتزام اذا مش موجوده وتحاول تصلحها او تغير طريقه فرضها. بده يكون في عندك نوع من الفنيات في مرحله الكونفورم. اعتقد انه هاي المرحله حنحكي عنها وتفاصيل كيف ممكن انه ندير الكنترولز في الريسك ماب او ريسك ماتريكس لما نوصلها. المرحله الاخيره هي البيرفورم، اللي هي مرحله البرو اكتف، انه انت تحول الريسك لاوبورتونيتي، وهذا امر ادفانس زي ما حكينا. اذا في النموذج الثلاثي احنا اختصرنا مرحله هون اللي هي مرحله الانفورم. في عندنا شيء رابع بسموه الدي فورم. الدي فورم هذا يعني يضاف او اضيف على هاي النماذج، وهو مصطلح سلبي نوعا ما، يعني هي مش مرحله متقدمه او اكثر تعقيدا من البيرفورم، لا هي حاله سلبيه، ان اكتيفيتي كوزد باي اوبسيشن. بصير في عندك نوع من الهاجس، نوع من الهاجس في اداره المخاطر من كثره التفكير في الريسك، من كثره محاوله تطويع هذا الريسك واستغلاله وتحويله لبنفيت، صار في عندنا نوع من الاوبسيشن اللي هي الهاجس. قد يصل في بعض الحالات انه انت ما عمالك تتخذ الاجراء الصحيح من كثره التحليلات اللي بلشت الامور تختلط علينا. الان هذا اوبورتونيتي، وكيف ممكن استغل الاوبورتونيتي، وتنسى حالك وانت ما تاخذ اجراء وانت بتفكر انه انت بالاتجاه الصحيح. فالدي فور too much attention، اهتمام زائد ومبالغ فيه في المخاطر. concern about risk، بتفكر بالريسك بشكل كبير، بتحاول انه تحوله لopportunity. وهذا ممكن يقودنا لانه dysfunction، ايش يعني dysfunction؟ يعني ما يصير، يعني ما تتخذ اجراء او تتخذ اجراء غير كافي، وبالتالي لو ما وصلت للكونفورم او البيرفورم وظليتك في الكونفورم كان افضل لك. فاحيانا المبالغه بالبيرفورم بتوصلنا للدي فورم. اوكي، فالدي فورم هي مرحله غير مرغوبه، قد تنتج عن المبالغه وسوء التعامل مع المخاطر والمبالغة في التفكير فيها وتحليلها. هذا ملخص للمراحل الأربعة: inform, perform، reform، conform، perform و deform، وتعريف كل واحدة منهم. حكينا في الشارت انه كل ما زاد التعقيد تبع الريسك مانجمنت اللي بتتبناه كل مؤسسة، كل ما زادت الكونتريبيوشن والاوارنس للخيارات المتاحة امامنا، وكل ما زادت الكونتريبيوشن على المؤسسة. بمعنى اخر، الفائدة اللي على المؤسسة وبتيجي للمؤسسة من الريسك مانجمنت بنوعين، لها نوعين. النوع الاول تقليل خسائر، لانه انت عم تعمل ريسك مانجمنت بتقلل احتماليه وشده، وبالتالي التوتال ريزلت، المحصله النهائيه للنتيجه، خسائر اقل. بينما الجانب الثاني لما نحكي عن بيرفورم، انت عمالك بتطوع هاي الريسك حتى تكون اوبورتونيتي او بنفيت، فانت استطعت تحقيق مصدر ايجابي للدخل للمؤسسة أو للشركة بسبب عملية البيرفورم. ف
فهذا هو الكونتريبيوشن، يا إما تقليل خسائر أو زيادة إيرادات. كلما زاد تعقيد المؤسسة من الانفورم للريفورم للكونفورم للبيرفورم، بيزيد الكونتريبيوشن من إحدى هؤلاء الجانبين أو كلاهما. نحكي هنا عن مجموعة من مبادئ إدارة المخاطر، مبادئ سريعة. لما بدنا نتبنى نظام لإدارة المخاطر، لما بدنا نتبنى سيستم معين، لابد إنه هذا السيستم أو الفريم ورك، سمي اللي بدك إياه، في ناس بسميه موديل، في ناس بسميه فريم ورك، وراح نحكي عنها interchangeably يعني بشكل متبادل حتى نرسخ إنه الفريم ورك والموديل هما يعني وجهان لعملة واحدة. هذا النموذج لازم يتمتع ببعض الخصائص، إذا ما تمتع فيها راح يكون ناقص. هاي النماذج نختصرها بالحروف الخمسة paste PACED. شو يعني paste؟ P من كلمة proportionate. إيش يعني proportionate؟ يعني proportionate to the level of risk، بمعنى إجراءات إدارة المخاطر اللي حضرتك متبنيها، سواء كانت control techniques أو financing techniques، لازم تتناسب مع حجم الخطر. إحنا هون بنحكي بال proportionate cost benefit analysis. إذا بدنا نعرف شو يعني proportionate، هي cost benefit analysis. ما بنفع عندي مشروع تكلفته مثلا 10 مليون دولار وأروح بدي أأمن عليه وأريح راسي، رحت على شركة التأمين طلبت مني رسوم للتأمين 10 مليون أو 7 مليون أو 8 مليون. هلا cost benefit، التكلفة اللي بدي أدفعها 8 مليون تقريبا مقاربة لإجمالي تكلفة المشروع، إيش الفائدة المرجوة من هذا الشيء؟ فأنا ما بزبط أتخذ إجراء لإدارة المخاطر تكلفته أعلى حتى من الخسائر المحتملة والمتوقعة، فبدي أعمل ريتنج وتقييم للخسائر المتوقعة، وبعد هيك بفكر بالإجراءات الرقابية أو إجراءات إدارة المخاطر، وبراعي نسبية في الموضوع. proportionate يعني نسبي، نسبة التكلفة إلى المنفعة. إحنا ما بدنا بس نطبق إدارة مخاطر وبعد هيك تلاقي التكلفة المتكبدة من هاي الإدارة أعلى من التكلفة اللي ممكن نتكبدها بسبب الخسارة. فلازم يكون المبدأ الأول إنه في نسبية ما بين التكلفة والمنفعة. aligned، aligned بمعنى إنه يكون في نوع من المحاذاة with other business activities. ما بتكون إدارة المخاطر شغالة لحالها في هي في وادي وبقية القطاعات والوحدات في وادي آخر. لازم يكون في نوع من المحاذاة، يعني كل القطاعات بتشتغل كسيستم واحد، كتيم واحد، احنا كلنا فريق عمل، هدفنا منفعة الشركة، منفعة المؤسسة. فالريسك مانجمنت بيعرف عن إجراءات العمل وبيشارك التقنيات اللي بيحكي عنها وبيحللها مع هؤلاء الأطراف، الأطراف الآخرين بيشاركوا وبيساعدوا في ورش العمل اللي بتتعلق بتحليل المخاطر. ففي نوع من الاطلاع على الأقل، اطلاع. فمش لازم يكون الأمور تنعمل بفصل كامل وإنه الأطراف ما بتعرف بالممارسات اللي بتصير في الريسك مانجمنت. aligned يعني بكل خط أعمال في عندي التكنيكس الخاصة فيه واللي معروفة من قبل موظفي هاي الإدارة نفسها. المبدأ الثالث comprehensive، بمعنى إنه في شمولية في السيستم، ما بصير نركز على المخاطر المالية ونهمل المخاطر التشغيلية غير المالية، ما بصير نركز على مخاطر التشغيلية الفيزيكال، الحوادث والحريق ومش عارف شو والسرقة، ونهمل المخاطر السيبرانية، ما بصير نركز على مخاطر مالية وسيبرانية وتشغيلية ونهمل مخاطر سمعة أو reputation. فقدر الإمكان أنت تكون ملم بمعظم المخاطر الرئيسية على الأقل، يعني significant. إذا بدك تهمل بعضها يكون insignificant، لكن الرئيسية
لابد من ضمان شمولها في التحليل أو النموذج. المبدأ الرابع embedded E for embedded. embedded بمعنى أنه تكون هاي النماذج أو أطر العمل مدمجة في السيستم. مدمجة يعني جزء من السيستم، مش تشتغل لحالها وهي عبارة عن فريم ورك وتعليمات ومحطوطة على الرف ما حدا بيعرف عنها، وإحنا وافقنا وناقشناها وقريناها ووقعنا عليها بس ما حدا عمره سمع عنها. مش إلزامية، ما في حدا يراقب على تطبيقها، ما بزبط. embedded لازم تلزم الموظفين فيها، تحكي لهم مادة جديدة في التعليمات أو تعديل للسياسات والإجراءات أو جانا تعميم من مجلس الإدارة إنه طريقة تنفيذ الأعمال حتتم بالشكل التالي 1 2 3 4. بالتالي إذا صار في مخالفة لإحدى هاي التعليمات في عقوبة موجودة. طيب الآن هاي التعليمات بما أنها أصبحت نافذة في جهة بتراقب على تطبيقها والالتزام فيها، فصرنا نفكر بطريقة conform، تأكيد على التزام المؤسسة بالضوابط اللي وضعت في مرحلة الريفورم. أنا تبنيت إجراءات بس ما أحسنت إدماجها في السيستم، وبالتالي صارت غير ملزمة والناس مطنشيتها وما حدا بيعرف عنها. بينما إذا عملتها embedded بالسيستم، إذا حولتها لتعليمات صار من الصعب تجاوزها وهي ملزمة وفي ناس بيراقبوا هذا الالتزام، واللي بيخالف في عليه عقوبة واللي بيلتزم في له reward. هذا اسمه embedded. وصلنا هيك لمرحلة الكونفور. طيب مبدأ آخر اللي هو dynamic، يكون في ديناميكية. إيش يعني ديناميكية؟ يعني انه ما يكون في rigidity او صلابة او جمود في هاي التعليمات، بحيث انه هاي التعليمات انحطت قبل 20 سنة وبعدها بعدنا شغالين عليها. طيب يا جماعة صار في تغييرات، صار في كورونا وصار في اونلاين وصار في ازمة سبلاي في العالم وصار في حرب جديدة وصار في اسواق جديدة وصار في تغييرات سياسية في المنطقة. والله احنا ما بنقدر نتغير هاي التعليمات، والتعليمات حتى نغيرها لازم يكون في موافقة من مجلس، والمجلس لما يجتمع ومجلس مش راضي يجتمع ومش عارف شو هيك، يعني صارت الشغلة زي تعجيز. لا، مفروض انه الموديل اللي انا بتبناه يكون دايناميك، بمعنى انه يعني قابل للتغيير حسب الظروف والمتغيرات. بدك تكون قادر على التكيف مع المتغيرات. كيف بدك تكون قادر على التكيف؟ من خلال انه نموذجك يكون قابل للتعديل. ما في نموذج يصلح لكل زمان ومكان، كل نموذج فيه له نقاط ضعف وكل نموذج فيه عنده نقص، وكل نموذج لازم يراجع ويعدل بين كل فترة وفترة. إذا أنت صعبت عملية التعديل ما بنقدر نحكي عنه دايناميك. إذا عملية التعديل واردة وسهلة بناء على فيدباك طبعا، فتقدر تحكي عن النموذج دايناميك. كل الكلمات P A C E D نحكي عنها PAST، اللي هي المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر. هي نفس المبادئ proportionate مع تفسير سريع لكل واحدة منهم. proportionate risk management activity must be proportionate to the level of risk faced، يعني cost benefit أرقام تكلفة ومنفعة. aligned the activities must be aligned with the other activities in the organization، مش كل واحد بيغرد لوحده، الكل تيم واحد والكل بيعرف شو التاني عم بيشتغل. comprehensive الشمولية قدر الإمكان وعلى الأقل للأشياء السيجنيفيكانت. embedded لازم تضمن الالتزام بهاي الكنترولز وذلك من خلال تضمينها في السيستم. dynamic سهولة تعديل وتغيير هذا السيستم في حال استدعت الحاجة إلى ذلك. هذا ملخص للكلام.
لأن إيش فائدة إدارة المخاطر حسب وجهة النظر في هذا النموذج؟ What should deliver by risk management؟ يعني الدوافع المؤسسة اللي تبني إدارة المخاطر سواء في مرحلة الانفورم أو في مرحلة الريفورم أو أنها تنتقل للكونفورم أو حتى توصل للبيرفورم، في عندها عدة دوافع أو فوائد إلها. أول فائدة أو دافع ممكن يكون mandatory obligations، يعني الشركة ما إلها خيار، الشركة ملزمة التعليمات أو القانون أو السلطة الـ regulatory authority، السلطة الحاكمة، إذا بنحكي عن بنوك نحكي عن بنك مركزي، نحكي عن شركات تأمين نحكي عن هيئة تأمين، نحكي عن وزارة صناعة وزارة مالية، نحكي عن هيئة، نحكي عن نقابة، نحكي عن رابطة. اللي نقصده أنه في جهة حكومية تلزمك وطالبة منك أنه أنت لازم يكون في عندك إطار للريسك مانجمنت. ما تركتك لوحدك تكون إنوفيتيف وتستنى منك أنه أنت لحالك تتطوع وتعمل ريسك مانجمنت، ألزمتك. فهذا أول دافع، دافع إلزامي ماندوتري. الدافع الثاني ممكن يكون أشورنس. كلمة أشورنس معناها تأكيدات أو تطمينات، تطمينات تتعلق ب مستويات المخاطر. والله إحنا مؤسستنا أو شركتنا مرت بتجربة صعبة في السنوات الماضية. التجربة كانت أزمة الكورونا، عانينا منها من خسائر كبيرة وفادحة، لكن الحمد لله ما زالت الشركة قائمة وعمالها بتتعافى تدريجيا من هاي الخسائر. هاي التجربة علمتنا أشياء، إنه إحنا لازم يكون في إلنا نظرة مستقبلية استشرافية للريسك بروفايل، لموضوع المخاطر، شو ممكن يصير في المستقبل أشياء ثانية إذا صارت حرب، إذا صار في عقوبات على بلد زي الصين، بلد مصدر لكثير من الأشياء، إذا صار في عندنا حرب في مكان بيصدر مواد خام، إذا صار في عندنا تحول تكنولوجي باتجاه معين، إذا صار في إلى آخره، صار في عندنا نوع من الفضول إنه نعمل نظرة استشرافية للمستقبل ونشوف مستويات المخاطر كيف وضعنا فيها. هاي الرغبة والفضول في معرفة المخاطر المستقبلية ووضعنا الحالي بالمقارنة فيها هي عبارة عن assurance، طلب تطمينات. وعلى فكرة لما نحن نروح على شركات خدمات زي KPMG، زي Ernst & Young، زي PricewaterhouseCoopers، هذول نطلب منهم خدمات استشارية. الخدمات بتكون نوعين، استشارية وتطمينية، assurance وconsultation، بمعنى انه انا بطلب منهم تحليل وضعي الحالي وتقديم تقرير يشمل تطمينات إلي عن مستوى إدارتي للمخاطر. فهون الشركة حابة وعندها فضول يكون في عندها تقييم لوضعها بالمقارنة بالأشياء الممكن تصير. الدافع الثالث decisions that pay full regards to the risk considerations. في كثير من القرارات نتخذها في مؤسستنا خاصة قرارات استثمارية، الدافع الأساسي إلها أو المحدد الأساسي لهذا القرارات هي الريسك. يعني أنا جهة أو صندوق استثماري وفي عندي عدة خيارات استثمارية، معروف عندي من مجلس الإدارة أنه أنا ريسك أبيتايت، وحددوا لي الريسك تولرانس تاعي، قالوا لي هذا السقف ممنوع تتجاوزه. طب أنا لسه ما عندي ريسك مانجمنت وما بعرف شو يعني ريسك أسسمنت ولا شو يعني بيرفورم وريفورم وكونفورم وأشياء زي هيك، كيف بدي ألتزم بتعليمات البنك، تعليمات مجلس الإدارة، وكيف بدي ألتزم بالريسك أبيتايت اللي هو مقيدني فيه؟ بدي أضطر أني أعمل ريسك مانجمنت بالمراحل كلها حتى أستطيع أتخذ قرار أستثمر في الانفستمنت إكس وأبعد عن الانفستمنت واي. عندي عدة خيارات للاستثمار A B C D، أي واحد منهم أنسب إلي؟ ما راح أقدر أتخذ القرار إلا بعد تحليل كامل للريسك لكل واحد
وأعمل مفاضلة بناء على الستاندرد الموجود عندي. فالآن أنا بدون الريسك مانجمنت لن أستطيع أني أتخذ أي قرار بهذا الخصوص. إحنا جبناها مثال في الانفستمنت، لكن هذا الموضوع ينطبق على أشياء كثير. قراراتنا المستقبلية قد في بعض الأحيان قد يتوقف اتخاذها على موضوع تحليل المخاطر، فأنا مضطر يكون عندي risk management. Effective and efficient core processes، مما لا شك فيه أنه إدارة المخاطر بتزيد كفاءتي في عملياتي، بتزيد فعاليتي في تحقيق أهدافي. ممكن ما في داعي تكون الكوست عندي بهذا الحجم، التكلفة بالإمكان تكون أقل من هيك بكثير، والأوتكمز ممكن تكون أحسن من هيك بكثير. فبكون أنا أضفت قيمة لمؤسستي، قللت الخسائر والمخاطر والتكاليف، وزدت الأرباح زي ما شفنا بالcontribution. الcontribution أعلى ما يمكن بيكون بالperform. فإذا أنا استطعت أوصل لهذه المرحلة مقارنة بمنافسي اللي ما زالوا في مرحلة الريفورم مثلا، أنا بكل تأكيد كفاءتي وفعاليتي كانت أعلى بكثير منهم، وبالتالي حصتي السوقية أحسن وتموضعي في السوق أفضل بكثير. ملخص وشرح سريع لهذه الفوائد الأربعة، ممكن نسميها الدوافع الأربعة إلى آخره، موجود أمامنا. هنا بعض النماذج اللي راح نمر عليها في قادم الأيام إن شاء الله إذا تيسر لنا. هنحكي عن نموذج كوزو، ونتعرف شو يعني كوزو، ومن وين إجت التسمية، شو مكونات كوزو، وشو أنواع كوزو، لأنه في نوعين أساسيين: كوزو للإنترنال كنترول للرقابة الداخلية، وفي كوزو للإنتربرايز ريسك مانجمنت لإدارة المخاطر المؤسسية. Committee of Sponsoring Organizations، لجنة المنظمات الراعية أو لجنة رعاية المؤسسات، اللي بتحكي عن وجوب هيكل لإدارة المخاطر، يتضمن مكونات ويتضمن أنواع ويتضمن إلى آخره. فكوزو من أهم النماذج اللي رح نتطرق لها إن شاء الله. IRM برضو من لها نموذج خاص فيها، Institute of Risk Management، بيحكي عن Financial و Strategic و Operational و Hazard، هاي تقسيماته للريسك، بينما كوزو بيحكي عن Strategic و Operational و Reporting و Compliance. في نموذج كوزو اللي راح نتوسع فيه هنحكي عن تقسيمات أربعة للمخاطر: مخاطر استراتيجية، مخاطر تشغيلية، مخاطر Reporting، ونقصد في Reporting الإفصاحات المالية، يعني القوائم المالية اللي احنا بنطلعها ذات مصداقية عالية ممثلة للواقع، ولا فيها نوع من التضليل. هذا كوزو طلع بعد مجموعة من الفضائح والمشاكل في سوق المال وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل أزمة شركة إنرون للطاقة، الشركة مدققة الحسابات اللي كان يتابع حساباتهم اللي هو آرثر أندرسون، لحد قبل انهيار الشركة بأيام كانت آرثر أندرسون تثني على أداء شركة إنرون وبتحكي إنه موقفها المالي قوي، لكن بعد عدة أيام انهارت الشركة بشكل كامل. فكان في تساؤل عن مصداقية البيانات المالية اللي صدرت عن شركة إنرون، ومصداقية التقارير اللي مدقق الحسابات عماله بيبصم عليها وبيختم عليها وبيقول لك هاي بيانات ممثلة للواقع. فإجا كوزو بحكي لك إنه ضيف لي نوع جديد من المخاطر اسمه reporting risk. هذا النوع رح يسلط الضوء على التقارير المالية اللي أنت بتنتجها وبتصدرها وبتفصح عنها وبتنشر لي إياها على الموقع الإلكتروني، وبتحكي لي إذا بدك تطلع على الريسك بروفايل تبعي روح شوف قوائم المالية وحللها. طب أنا كيف بدي أتأكد إنه هاي القوائم صحيحة أو لا؟ في ريسك جديد اسمه reporting. وأخيراً الكومبلينس أو الالتزام أو الامتثال. كومبلينس لشو؟
كومبلاينس لأي تعليمات أو تشريعات خارجية أو داخلية، حنحكي عنها إن شاء الله بكفايتها. وبرضه بي اس 31100 وتقسيماته، والفيرم وتقسيماته، حنحكي عن الفيرم شوي اليوم والبستل. الفيرم بحكي عن الفاينانشال، انفراستراكشر، ريبيوتيشنال، والماركت بليس. حنحكي عن البستل نوعا ما، ونترك البقية للمحاضرات القادمة. لما نحكي بستل، بوليتيكال، ايكونوميك، سوشيولوجيكال، تكنولوجيكال، ليجال، وانفايرمنتال. ست مخاطر أساسية نموذج بستل بيتعاطى فيها. البوليتيكال ريسك هي مخاطر سياسية، سياسية بمعنى أنه تتعلق بالسياسة العامة للبلد، سواء كانت احنا اللي بيحكم هو حزب اليمين وبعد سنتين خسر الانتخابات اجى حزب اليسار، حزب اليسار له نظرة وبرنامج انتخابي مختلف، فبده يرفع التاكسز على قطاعات احنا نشتغل فيها، هذا الاشي رح يسبب لنا خسائر ورح تصير الأمور غير مجدية بالنسبة لنا. هذا ريسك، ريسك مش بسبب التاكسز، ريسك بسبب البوليسي اللي تغيرت فجأة. الامبلويمنت لوز، تشريعات المتعلقة بقانون العمل والعمال، صاروا يحكوا لنا ممنوع تسرح العمال في فترة الكورونا، ممنوع تنهي عقد أي شخص، أنت مطالب أنه حتى في الكورنتاين أو في الحجر أو في اللوك داون، إذا إحنا ممنوع أنه نشتغل ونروح على مصانعنا، مطلوب انك تدفع لهم. هذا من التشالنجز اللي واجهناها. حد ادنى للاجور فجاه يرتفع، هذا من التشالنجز اللي ممكن تصير. انفايرمنتال ريجوليشن، ممكن يصير في تغيير في نظام الحكم، وبالتالي توجهات النظام الجديد تكون مختلفه وتشريعاته وتعليماته مختلفه. التريد ريستريكشنز او الريفورم، بمعنى انه يصير في عقوبات علينا وعلى المنتجات اللي طالعه من عندنا، بالتالي انا مش قادر اصدر للاسواق اللي كنت انا معتمد عليها في التصدير، ومش قادر استورد من الاسواق اللي كنت معتمد عليها في الاستيراد، نتيجه لمشاكل سياسيه بيني وبينهم او مشاكل سياسيه في البلد اللي انا فيها. التعريفات الجمركيه من ضمن التحديات السياسيه، الصين في عليها تحديات وريستريكشنز وسانكشنز، عقوبات ماليه، عقوبات سياسية تمنعها من تصدير واستيراد كثير من الأشياء، هاي political risk. روسيا عليها عقوبات سياسية من الغرب، هاي اسمها political risk. في تعريفات جمركية اللي هي الضرائب على الواردات بين عدة دول، وتستخدمها لعمل حروب اقتصادية بين الدول، برضو هاي من political risk. نيجي للإيكونوميك. الإيكونوميك تحكي عن النمو الاقتصادي، أهم مؤشر اقتصادي كلي الجروث، الجروث في الجي دي بي طبعاً اللي هو الناتج المحلي الإجمالي. الآن إحنا بعد أزمة الكورونا دخلنا في عدة أزمات، زي أزمة الحاويات، أزمة الشحن البحري، بعد هيك دخلنا على الحرب الروسية الأوكرانية، صار في عندي سلسلة من الأزمات، بالتالي الاقتصاد العالمي لم يتعافى بشكل كامل، النمو الاقتصادي ما استعاد عافيته بعد، ففي عندي تراجع في المبيعات، تراجع في الانتاج، تراجع في كل شيء تقريبا. اسعار الفائده نتيجه انه الولايات المتحده الامريكيه عماله بترفع في سعر الفائده، فاحنا مضطرين انه في كثير من الدول انه نرفع معهم حتى نحافظ على قيمه عملتنا، فارتفاع سعر الفائده بشكل تحدي للمقترضين انهم يسددوا في الوقت المناسب. سعر الصرف في كثير من الدول، سعر الصرف فلوتينج يعني بتغير up and down، وإذا صار في انخفاض في هذا السعر راح يصير قوة شرائية ضعيفة، راح يصير جاذبية للمستثمرين ضعيفة، راح يصير في نوع من التحديات، التضخم، حد الأجور، ساعات العمل إلى آخره، كلياتها من التحديات والمخاطر الاقتصادية. Sociological نحكي عن الكلتشرال norms and expectations، health consensus والpopulation growth rate إلى آخره. ما بدي أدخل فيها بشكل كبير، لكن بكتفي بالكلام عن نمو السكاني
النمو السكاني اللي كان مفتاح الصين في ثورتها الصناعية والاقتصادية، إنها هي معتمدة على 1.4 مليار مواطن صيني، معظمهم من الشباب اللي أصبحوا عندهم كفاءة ضمن سن العمل وقادرين على العطاء. بالمقابل أوروبا كانت توصف بالقارة العجوز اللي معظم سكانها من العجائز أو كبار السن، نسبة الأيدي العاملة فيها ضعيفة نتيجة لديموغرافيا، فروقات ديموغرافية بين البلدين. الآن صرنا نحكي عن الصين بلشت تشعر بهذا التحدي والتشالنج، وبلشت تتغير في سياسة الطفل الواحد، غيرت إلى سياسة الطفلين، بعدين سياسة الثلاث أطفال. خلينا نحكي إنه الصين بدأت باستشعار الخطر مبكرا، إنه في توقعات إنه بعام 2050 2060 تبدأ الصين في مرحلة انكماش، وفعليا صدرت تقارير ما بنعرف مصداقيتها انه لأول مرة عدد سكان الصين بيتغير وبينكمش بيتراجع. هذا من التحديات الديموغرافية واللي ممكن نصنفها سوسيولوجيكال ريسك، تكنولوجيكال ريسك اللي هي التطورات التكنولوجية المفاجئة والقفزات في الانوفيشن اللي بتصير حاليا، سواء في الارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي او في اشباه الموصلات او بالكلاود كومبيوتينج وغيرها. ليجل تشينجز في الليجيسليشن، تغير مفاجئ في التعليمات، قوانين جديده، تشريعات جديده، اكسس تو ماتيريال، كوتاز، ريسورسز الى اخره. يعني في عندك تحديات لوصولك للمصادر اللي كنت معتمد عليها، البنالتيز والعقوبات اللي ممكن انت تضطر تدفعها في حال قمت بمخالفة زادت قيمتها. هاي من الليجل ريسك. الانفايرمنتال والإثيكال، نحكي عن السوشيال ريسبونسابيليتي، المسؤولية الاجتماعية للشركات، والمنظومة الأخلاق والريبيوتيشن اللي الشركة بتتبناها. بشكل عام هاي المكونات الستة هي مكونات بيستل. بيستل بيفرض عليك انه انت تقسم مخاطرك لهذه الأنواع الستة، وتبدأ بتحليل إيش المخاطر في كل نوع، وبيساعدك هذا الأمر على to recognize أو identification. لأنه إذا بدنا نستخدم مثلا نموذج الـ 8Rs، بدي أضطر أني أعمل recognition للريسك. recognition للريسك موضوع ليس بالسهل، بيساعدني عليه تقسيم مثل هذا التقسيم، بيساعدني أني أعمل categorization، تقسيم لهاي المخاطر لعدة مجموعات، وفي كل مجموعة في عندي احتمال وجود مخاطر من نوع معين. بعدها إذا وجدتها بنتقل للمرحلة الثانية اللي هي الريتينج والرانكينج. فيرم، نموذج فيرم اللي هي FIRM، Financial, Infrastructure, Reputational و Marketplace. فيرم موديل أو نموذج فيرم اختصر الستة إلى أربعة لكن أغفل عن بعضها. مثلا الفاينانشال بنفيتس تشابه الإيكونوميك في كثير من الأشياء. فبنقدر نحكي إنه الفاينانشال بنفيت اللي هي فند ألوكيشن، توزيع استثماراتنا وين نحطهم، وهل هاي الاستثمارات متوسطة المخاطر، مقبولة المخاطر، عالية المخاطر، نفقاتنا وتكاليفنا اللي ندفعها، هل أمورها جيدة ولا إحنا بحاجة لإعادة تقييم إلى آخره. فالفاينانشال بنفيت تعادل الإيكونوميك في نموذج بيستل. نيجي على الانفراستركتشر. الانفراستركتشر بتحكي fewer failures of IT systems، reduced staff absence، يعني بنحكي عن امور هيكليه تتعلق ب مثلا الانفراستراكشر للهاردويرز والسوفتوير. هذا مثال. نحكي عن نظام الموارد البشريه، كيفيه التعيين والترقيه والهايرنج والفايرنج، وتعديلات هيكليه في النظام الداخلي بتخلي البيئه الداخليه اكثر جاذبيه للموظفين، والتيرن اوفر اقل، والغيابات أقل، والجوب ساتسفاكشن أقل. هذا تغيير هيكلي إنفراستراكشر، هذا بيزيد الأدفانتج تاعت الشركة، وبالتالي بيقلل خسائرها والتكاليف اللي ممكن إنها تتبناها.
ريبيوتيشنال تحكي عن الإيثيكال سورسينج، هناك كان في عندنا انفايرمنتال وإيثيكال، وهنا في عندنا ريبيوتيشنال وإيثيكال. سورسينج بوليتيكال يوز أوف أورجانيك فود إن ريستورانتس إلى آخره. ما بدنا نكرر نفس الكلام، لكن ريبيوتيشنال والإيثيكال مشابه في نموذج بيستل للإنفايرمنتال والإيثيكال. الماركت بليس بنفيت شو هي؟ بحكي لك هون انه 89% اوكوبانسي ريت مقارنه ب 83%. يعني احدى المنتجعات او احدى الفنادق ممكن يحكي لك انه انا استطعت اني ازيد نسبه اشغال الفنادق عندي من 83 ل 89، بمعنى انه حصتك السوقيه تحسنت، ادائك في السوق تحسن، مبيعاتك تطورت، your share في هذا الماركت كانت أحسن. هذا اسمه marketplace benefit. إذن وجهة النظر تختلف قليلا عن بيستل. البوليتيكال ريسك هنا مش ممثلة، في بيستل ممثلة. الديموغرافيك هناك ممثلة، هنا غير ممثلة. marketplace هنا ممثلة، هناك غير ممثلة بشكل صريح، ولو أنه يمكن إدراجها تحت الإيكونوميك. تطبيق أو implementation of risk management using the structure of firm risk scored on organization will be able to demonstrate the benefit that has obtained إلى آخره. في نموذج firm، نموذج بيستل، إذا تم تطبيقها بشكل مناسب فإنه الأدفانتجز اللي حكينا عنها مسبقا فيما يتعلق بالrisk management، سواء كانت compliance، سواء كانت decision making، سواء كانت assurance، سواء كانت efficiency و effectiveness، كلياتها راح يتم الاستفادة منها وتبنيها. هذا نموذج فيرم والديسكريبشن تاع كل وصف منهم بشكل سريع، ما بدنا نطول فيهم. الفاينانشال هو ريسك ذات كان بي امباكت ذا واي ان ويتش ماني از مانجد، وين بنحط فلوسنا، من وين بنجيبها، ومستويات الربحية، مستويات السيولة. هذا الخطر داخلي واللي هي عندنا قدرة عالية على انه نحوله لمقياس رقمي quantifiable قابل للقياس. الميجرمنت بيرفورمانس انديكيتور، في كثير من المؤشرات الربحية، مؤشرات السيولة، مؤشرات الأداء المالي يمكن قياسنا فيها. بيرفورمانس جاب، ممكن انه يكون عندك بادجت او بادجتد ريشوز وتقيس الاكتوال بيرفورمانس فيها. الكنترول ميكانيزم، في كثير انترنال كنترولز ممكن انك تتبناها عشان تسيطر على مثل هذا النوع من المخاطر. ديليجيشن اوف اوثوريتي، انترنال كنترول، كابكس ستاندردز الى اخره. بالانفراستراكشر نفس الشيء، هو انترنال ومش دائما بامكاننا نعمل له اسسمنت او كوانتيفيكيشن، ولو انه في كثير من المودلز بتحاول تحول حتى الكواليتاتيف الى كوانتيتاتيف. والبرفورمانس هي عباره عن بروسيسز وفي كنترولز ميكانيزم. ريبيوتيشنال اكسترنال ثريت، بدل ما هو انترنال هو اكسترنال، وصعب جدا انه نعمل له اسسمنت او كوانتيفيكيشن. حتى افضل مؤسسات ريسك اسسمنت في العالم تحكي عن بازل كوميتي فور بانكينج سوبرفيجن، واللي بيشتغل في البانكينج بيعرف شو يعني بازل كوميتي. لجنة بازل اختارت، رغم تعقيد نماذجها في تقييم المخاطر، اختارت انها ما تقيم الريبيوتيشنال ريسك وما تدخله في الحسبة. حتى لما نحسب الريسك الاوبريشنال ريسك ما بنحسب الريبيوتيشنال ريسك. ليش؟ السبب الوحيد والاشهر انه صعوبة تحويلها لمقياس رقمي. لو أنا بدي أسأل شو ضرر وتأثير هذا الأمر على سمعة الشركة، بإمكاني بسهولة أوصف هذا التأثير، لكن لن أستطيع أني أقيم برقم دقيق مقدار هذه الخسائر أو المخاطر. فيصنف من المخاطر اللي يصعب قياسها. الماركت بليس عكسها تماما، هي إكسترنال نعم، لكن تقييمها سهل جدا،
يعني مؤشرات أداء key performance indicators بإمكانها إنها تحدد لي حجم المبيعات، الحصة السوقية، مقدار نسبة الإشغالات، مقدار نسبة turnovers في الكاستمرز، الانفنتوري turnover، sales turnover إلى آخره. فهذا نموذج فيرم له إيجابيات وله سلبيات، لكن زي ما حكينا ما في one size fits all، في نماذج تصلح لبعض الشركات ولا تصلح للأخرى، وفي ظروف يصلح فيها بعض النماذج ولا يصلح فيها الأخرى. هيك بنكون كملنا محاضرة اليوم، تعلمنا فيها نماذج جديدة للريسك مانجمنت، تعرفنا فيها على بعض المصطلحات الجديدة، قارنا بين بعض المودلز وكيفية تبنيها، تعرفنا على مستويات الكومبلكسيتي أو السوفيستيكيشن في الريسك مانجمنت. بتمنى تكون المحاضرة مفيدة، وإحنا تدريجيا عمالنا ننتقل للتطبيق أو للجانب من الجانب النظري للجانب العملي بشكل تدريجي. فكل محاضرة نخطو خطوة جديدة، نتعلم شغلة جديدة، هاي الأشياء كلها راح نوظفها لاحقا ونحاول إنه نربط بينها. مبتغى أو منتهى طموحنا إنه نربط ما بين الأشياء والكومبوننتس المختلفة ونحولها لمنتج نهائي قابل للتطبيق على أمر الواقع. شكرا لحسن استماعكم، كل أمنيات التوفيق للجميع.